بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم. طبعا النهاردة أنا هتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في المنهج، وهتكلم عن ملخص لبعض الأسئلة اللي هتيجي وإزاي تتعامل معاها أو إزاي تعود الطفل عليها. وطبعا للناس اللي هي متابعاني في تالتة إعدادي، فإن شاء الله بعد الفيديو ده هينزل فيديو ملخص كامل للوحدة الأولى، فالملخص مهم جدا، فياريت إن أنتوا تتابعوه عشان خاطر هيكون مهم جدا جدا جدا. وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، لو أنت ما اتفرجتش على في فيديو فات أنا اتكلمت فيه عن حاجات مهمة جدا جدا إزاي تتعامل مع طفلك، فياريت إن أنت تتابع الفيديو ده. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة، فياريت إن أنت تركز معايا جامد عشان خاطر تفهم الملخص او الحاجه اللي انا عايز اكلمك عنها النهارده. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن مراجعه كده على اهم النقاط المطلوبه من طفل سنه رابعه، او بالاصح التعامل مع اسئله الامتحان. اول حاجه بالله عليكم، انتوا كاولياء امور لازم نراجع مع بعض ادوات الاستفهام، سواء مدرسين او اولياء امور. لازم اول حاجه نبدا بيها اول منهج ادوات الاستفهام، لان ادوات الاستفهام بتدخل معايا في كذا سؤال، سواء سؤال القطعه، سواء بعض الاسئله اللي فيها اختيارات. عموما ادوات الاستفهام بتدخل معايا في كل حاجه. فاول حاجه طبعا عندي وات، عندي وير، عندي واي، عندي وين، عندي هو، عندي واتش. طبعا دول مش كل ادوات الاستفهام، ولكن دول اهمهم. وركز له طبعا على واتش عشان خاطر في الدرس الاول طبعا واتش لازم بتكون معاك. وعايز اقول لك ملاحظه كده بسيطه جدا على كلمه واتش، ان واتش في اسم بيجي بعديه. يعني في الغالب في المناهج هما لما بيجي خصوصا في سؤال الترتيب، انت معود الطفل ان ويتش اداه استفهام بيجي بعديها فعل مساعد. طبعا انا هقول لك الحاجات دي تحت. بنجيب بعديها فعل مساعد اللي هو دو او داز او ديد او ام او از او ار، الحاجات دي كلها انا كاتبها لك. ولكن هتلاحظ طبعا ان عند استخدام ويتش ان بنجيب بعديها في الغالب اسم. يعني بقول لك ويتش فود، اي طعام، ويتش كونتري، ويتش مش عارف، لازم كده ويتش اعلم له ان هو بيجي بعديها ايه، بيجي بعديها اسم عشان خاطر يكونوا سؤال مع بعض. طيب لازم نهتم بنصوص القراءه جدا، نصوص القراءه دي اهم حاجه كويس، وترجمه كل نص لازم الترجمه الكامله يكون فاهمها وفاهم القطعه بتتكلم على ايه، والاهتمام بالكلمات المهمه. في كلمات في النص بتكون مهمه لان هي بتكون محور السؤال. السؤال الاول طبعا بيكون عباره عن ترو فولس، لازم يبقى فاهم السؤال اللي هو بيقول لك ريد اند رايت ترو فولس، مهم جدا جدا. فعشان كده السؤال ده مرتبط ارتباط وثيق جدا بالقراءة. التعامل مع السؤال التاني، سؤال التوصيل، أصعب سؤال. أنا شايف إن سؤال التوصيل ده يعتبر أصعب سؤال بالنسبة ليهم، لأنه معتمد زي ما قلنا على القراءة، وكمان معتمد على مهارة الطفل، الطفل في ربط الجمل ببعض. طب دي تنفع مع دي؟ تصدق إحنا ساعات كمان في جملة ممكن نختارها تنفع في اتنين، بس بتكون هنا أنسب من هنا. فعشان كده أنا بقول السؤال ده صعب شوية. فمع التكرار، مع الشغل، مع الاهتمام بنصوص القراءة، الحاجات دي كلها إن شاء الله هتسهل الموضوع بتاع التوصيل. طيب ممكن كمان نسهل لهم السؤال ده بحاجة مهمة جدا، نعرفهم إن إحنا طالما بدأنا، يعني عندي أداة استفهام، يعني عندي أداة استفهام للأدوات اللي أنا قلت عليها فوق، أكيد التوصيل الناحية التانية هيكون عندي أداة استفهام. يعني المكان التاني اللي انت عايز توصل بيه اللي هو اداه الاستفهام. طيب هو مش عارف ايه الاسئله اللي فيها ادوات الاستفهام، عارف ان في الغالب بنعلمهم بالدبليو اتش، بيبداوا بالدبليو اتش، يبقى اي حاجه فيها دبليو اتش او هو لو حافظه مات وير ويتش وين واي، هيعرف ان الناحيه التانيه عايز يوصل بحاجه فيها اداه استفهام او فيها علامه، سوري علامه استفهام مش اداه استفهام، فيها علامه استفهام، سوري يا اخوانا. طيب يبقى كده السؤال بتاع ايه؟ بتاع توصيل. طيب ندخل على حاجه تانيه، السؤال ري اوردر. ري طبعا دي بتضاف على اي حاجه معناها اعاده، يعني اوردر اللي هو يرتب، ريوردر اعاده الترتيب، دو مثلا يفعل، ريدو اعاده الفعل، فريدي دايما دايما بتكون اعاده عمل حاجه. التعامل مع سؤال الترتيب، اتعامل بذكاء، لان هو كل قاعده او كل واحده جايبها اسئله الترتيب او سؤال الترتيب مرتبط بيها. على سبيل المثال مثلا اول حاجه درب الطفل ان هو يكون معتمد زي ما قلت لك على القراءه، لازم السؤال ده بيكون معتمد على القراءة، السؤال ده برضه معتمد على القراءة. ومدى ممارسة الطفل، هو فهم النص بتاع القراءة كامل وفهم العربي بتاعه ايه؟ طيب وانتباهه مع الشخص اللي بيشرح، هو لو انتبه مع الشخص اللي بيشرح وفهم النقاط الأساسية في المنهج واتشرحت بطريقة حلوة، أو الكلمات اتشرحت بطريقة مثلا كويسة ومظبوطة، فدي هتفرق معاه جامد 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 جدا. ولكن طبعا في الغالب بقول لك إن هو إزاي يتعامل بذكاء مع الجملة، يعني شوف الجملة إيه اللي أنت هتبدأ بيه وتقسم له الجملة، عندك جملة خبرية، جملة استفهامية وهكذا. طيب عندي بقى الترتيب بيكون كالآتي، أول حاجة يا إما ترتب جملة يا إما ترتب سؤال، يا إما ترتب جملة يا إما ترتب سؤال.
طبعا هو طالب منك ترتيب جملة الأمر، بس احنا نتكلم عن أهم جملتين اللي هما الجملة العادية والجملة السؤال. أول شيء، أول شيء لازم تاخد بالك منه أو لازم تدور عليه أداة الاستفهام. يعني لو عندي السؤال اللي هو الكلمة الحمراء اللي أنت هتكتبها كانت أداة استفهام اللي فيها زي ما قلنا دبليو اتش، أنت عايز بعديها لازم يكون عندك فعل مساعد. يعني بعد الأداة اللي فيها الدبليو اتش أنت عندك فعل مساعد. عرفوا بقى إن الأفعال المساعدة زي دو، داز، ديد، ام، از، ار. سوري يا اخوانا على الاف الزياده ده. يبقى دو، داز، ديد، ام، از، ار، واحد منهم بيجي بعد الاداه. وعرفوا ان دول لا يترجموا، ما لهمش يترجم، هم افعال مساعده. هتفهم ليه افعال مساعده؟ يعني الحته دي ما تقولهالوش، لا قولها ليك انت، ولو شايف ان هو ممكن يستوعب تمام. افعال مساعده يعني بتعرفني الفعل اللي عندي في زمن ايه، لان خلي بالك الافعال في الغالب مع دون بتيجي في المصدر. يعني دو، داز، ديد، دو محطوطة عشان خاطر تعرفك ان الزمن مضارع. مثلا اقول لك ايه، اي دونت مثلا، بلاي، او دو يو بلاي، او بلاي دي انت ما عرفهاش ايه، مضارع ولا ماضي. فلما اقول لك دو يو بلاي غير ديد يو بلاي، الاولى هل تلعب، الثانيه هل لعبت، فهما كده يسموا افعال مساعده. بعدين عايزين بقى فاعل. عارفوا ان الفاعل 7 حاجات، اي، هي، شي، ات، وي، يوز. يبقى اول حاجه اداه الاستفهام، بعدين اختار يا دو يا داز يا ديد يا ام يا از ار، غنيها له. بعدين الفاعل زي اي، هي، شي، ات، وي، يوز. بعدين اخر حاجه طبعا الفعل والافعال اللي بتكون معروفه. الفعل اللي في الجمله، مثال مثلا اهو بدانا بوت. طبعا داز اللي مكتوبه مش هتترجم، بس عرفتني ان دو دي زمن المضارع عشان كده تسمى فعل مساعد. يبقى وات داز، بعدين ذا دايفرام دو، ايه الدايفرام بتعمل، خلاص، او ايه الدايفرام بيعمل. ملاحظه بقى ترتيب الجمله، الجمله العاديه، الجملة العادية مش عايزين أداة استفهام ولا أي حاجة، احنا كل اللي طالبينه إن هيكون عندك فاعل، وبعدين عايز الفعل، الشخص اللي أنت هتبدأ بيه الجملة، سواء أي، هي، شي، إت، يو، زي، أو اسم من الأسماء، وبعدين عايزين الفعل. التكملة طبعا بتكون على حسب ممارسة الطفل، يعني زي ما هو شايف مثلا، أو زي ما هو شايف في القراءة. ناخد بالنا بس إن في أدوات استفهام زي ما قلت لك مش بتيجي لوحدها، لازم يكون معاها حاجة تانية زي هاو ميني، هاو ماتش، ويتش. عرفوا دايما ان انت مش هتقول هاو وبعديها دو او داز او ديد الا بقى في طرق تانية او في حاجات تانية، بس عارفه دايما ان في المنهج بتاعك يعني حتى اكد له عليها في نصوص القراءه. لو عندك هاو ميني، هاو ماتش، ويتش فود، طبعا ويتش فود دي في اول المنهج عندك، ويتش فود كامز، او ايه الطعام اللي بيجي من اور كانتري. تمام. ان شاء الله في الملخصات الجايه هنتكلم عن باقي الاسئله وازاي نتعامل معاها واحده واحده ان شاء الله. فبالله عليك حاول ان انت تربط الحاجات دي ببعض، حاول ان انت تكتسب مهاره عشان تقدر تتعامل مع طفلك بذكاء، وحاول ان انت تسهل على السؤال، حاول ان انت تعلمه السؤال ازاي بيتحل بذكاء، لان الانجليزي لحد ما دلوقتي خلاص اتقلب بيجي ان هو ايه، اتعامل بذكاء، تعامل بذكاء، مش موضوع حفظ، لا، حاول ان تتعامل بذكاء، وعود الطفل ان هو حتى لو حاجه صعبه عليه ان هو ازاي يتعامل بذكاء، ولكن طبعا مش ان هو يحفظ فقط. ان شاء الله في الفترات الجايه هنقول حاجات تانية اكتر من كده، بس دي كانت ورقه انا حبيت اشاركها معاكم. وباكد تاني بتوع سنه تالته هنزل فيديو مهم جدا جدا، ملخص للوحده الاولى كامله، ملخص ده جميل جدا ان شاء الله باذن الله، وهنعمل امتحان بسيط كده مع بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.